اكو واحد لما درى وسمع بعض القضايا قال بقول شغله، وهو من الاصدقاء اللي انا كسبتهم اثناء منطقه الاحمدي الصحيه، وهو ايضا مهني، لكن مثل ما قلنا كثير من زملائنا عندهم مواهب، فهو موهوب فيما يخص التعبير عما يجول بخاطره بالطريقه الشعريه. اخ فهد الظفيري وهو فيزيائي من قسم التصوير الطبي، تفضل، اراد ان يشارككم بكلمه بقلب المنحوس. له للشعر ساحه وللخيل مضمار، ويا هاجسي سرج المواقيف تله، ولا تاخذك حيره وتتعبك الافكار، خلك سما بين النجوم المطله، بالموقف اللي ما تفيد بها الاعذار، لو شفت رضان الشعر مضمحله، برقابنا بيعه وبقلوبنا ثار، وحب الوطن وجيهنا مسفهله، اللي طغى خيره على كل الاعمار، من كل جنس وكل مذهب ومله، نواف يا حر بكبد السما طار، سيف على وجه المعادي نسله، يا قايد الدولة ويا الحاكم البار، لا شدة الرمضة غمرنا بظله، حنا على عهدك اللي صار ما صار، والحزم باقي والولا ما نمله، ويا أحمد الشطي على سر وجهار، مديرنا اللي نحتميه ونجله. استاهل. ويا أحمد الشطي على سر وجهار، مديرنا اللي نحتميه ونجله، اللي ليا دقت نواقيس الأنظار، كنه سحاب الوابل العزم هلا، وابطالنا اللي فعلهم فعل الأحرار، ما تحتري الموت وتجيها بمحله، تكبر عزايمهم على ردع الأضرار، ولينعقد حبل الصعايب تحله، كم ساند أو حادث من كبار وصغار، وفي كل واجب كل حمل تشله، الطوارئ الطبية اللي اجت الأخطار، ما تعرف تعيش بمهانة ومذلة. الطوارئ الطبية اللي اجت الأخطار، ما تعرف تعيش بمهانة وذلة، تقدم مقاديم مرعت قبل الأمطار، وتاريخهم بالعز حافل سجله، يا موطني لو قصر الشعر وش صار، قدرك تراه اكبر من الشعر كله، وسلامتكم. ترى مرتبك اليوم. الله يعافيك ويبارك فيك.